في اطار برضو كلامنا عن فريق الكره، الاهلي بيطلب حكاما اجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز. ارسلت اداره النادي الاهلي خطابا الى اتحاد كره القدم تطلب فيه تعيين حكام اجانب لمباراتي الاهلي مع كل من الزمالك وبيراميدز في بطوله الدوري. اكدت اداره الاهلي على ان يكون الحكام من اوروبا واصحاب سيره ذاتيه ناصعه في البطولات القاريه والعالميه. حق النادي الاهلي طبعا ان هو يطلب هذا الطلب في المباريات القادمه سواء مع الزمالك او مع بيراميدز، لانها مباراه هتبقى بسته نقاط زي ما قلت لحضراتكم من شويه. الكره في ملعب الاهلي ليست في ملعب اي فريق اخر. الكره في ملعب الاهلي. اذا كان الاهلي يريد ان يفوز بالدوري هذا الموسم الكره عندك. انت دلوقتي لو كسبت مبارياتك المؤجله وكسبت المواجهات المباشره مع الاثنين المتنافسين معاك في الدوري خلاص هتتصدر الدوري مره اخرى. هتتصدر الدوري مره اخرى، فالكره في ملعبك. هناك بعض الاخطاء، طبعا هناك بعض الاخطاء. عندنا اصابات كتير، عندنا اصابات كتير، ولكن هذا هو قدر النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي كده. بالمناسبه الجمهور مش ما عندوش رفاهيه ان هو ما ينافسش على البطوله. ما عندوش رفاهيه ان هو يقعد 10 15 سنه ما بينافسش على البطوله، جمهور النادي الاهلي كده. الرفاهيه دي مش موجوده في النادي الاهلي او عند جمهور النادي الاهلي او عند لاعبي النادي الاهلي. ما عندهمش رفاهيه ان هم يعني 10 12 سنه ينافسوا على البطوله. ما ينافسوش، انا اسف، على البطوله. الكلام ده يعني ما بيحصلش عندنا هنا في النادي. في النادي الاهلي الناس كلها دايما امام حاجه واحده فقط وهي المركز الاول، المركز الاول فقط، مفيش حاجه تانية. وبالتالي الكره دلوقتي رجعت لملعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني والمجموعه اللي متواجده في الجهاز التدريبي بالكامل كلهم دلوقتي عارفين الكلام ده. وبالمناسبه احنا لما بنقول الكلام ده ما بنضغطش على حد، ما بنضغطش عليهم خالص. احنا بنتكلم اللي هم، عشان بس الناس بتقول لي اصل انت ساعات بتضغط على، لا ما بضغطش. اللعيبه عارفين اكتر مني ان ما عندهمش رفاهيه ان يخسر نقاط في الفتره اللي جايه. اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي عارفه الكلام ده. رمضان صبحي يعني انا عايز اقول لحضراتكم امبارح يعني بيقول انا هلعب كده كده ماتش سيمبا. هو بيقول كده للعيبه اللي حواليه. بيقول لهم انا هلعب ماتش سيمبا. ياسر ابراهيم بيقول مش مهم انا هلعب. فعند الناس دي الفكر اختلف، الفكر فيه دلوقتي فكر ما فيش حاجه قدامنا غير ان احنا نكسب المباريات القادمه سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري العام المصري. خدوا بال حضراتكم الكلام ده كويس. فرفاهيه ان احنا نتعادل ماتش او لا، ما بضغطش على حد ولا حد بيضغط على حد اطلاقا اطلاقا. اللعيبه نفسها عارفه الكلام ده. اللعيبه نفسها عارفه ان هي بتلعب باسم النادي الاهلي، بتيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي ده لما اتعمل اعلان كده، شركه عايزه تبقى تكبر وتكبر عملت اعلان مع النادي الاهلي. شوفوا الفيديو راح فين، شوفوا دلوقتي الفيديو راح فين. انا بصيت عليه قبل ما اخش لقيته راح في حته 13 مليون مش عارف ولا 14 مليون حاجه كده. هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي فريق اخر بالمناسبه يعني. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم لا، اللعيبه دي فاهمه وعارفه كويس جدا 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 ان المباريات القادمه لازم نكسب. طبعا تعمل المجهود وتعمل كل حاجه، لازم تكسب، مفيش حاجه اسمها لازم تكسب. انت بتعمل مجهود وبتموت نفسك في الملعب، والاهم بعد كده ان انت تاخد الثلاث نقاط بعد اذن ربنا طبعا. عشان انا عارف اصل الناس بتتصيد الكلام. ف كل الناس دلوقتي ما بتفكرش غير في شيء واحد، كيف يفوز النادي الاهلي. صدقوني والله يعني ما بنشغلش بالنا بغيرنا اطلاقا اطلاقا. هم اللي شاغلين بالهم بينا، هم اللي شاغلين بالهم بينا في كل حاجه، في كل حاجه. قاعدين بيتفرجوا بيشوفوا انا بقول ايه، وقاعدين بيتفرجوا على مش عارف مين بيشوفوه بيقول ايه، وبعدين يطلعوا يعلقوا يقولوا ايه. لا، الكلام ده كله مش فارق معانا خالص، ولا بنبص لحد، ولا بنبص لحد. عارفين ليه ما بنبصش لحد؟ لان الكوره بقت في ملعبنا، الكوره بقت في ملعبنا خلاص. ما حدش هيستنى الفتره اللي جايه. زي ما قلت لكم هم الثلاث نقاط هم الاهم في كل شيء. الاهم الفتره اللي جايه ثلاث نقاط. عندنا اصابات عارفين، عندنا اجهاد، عندنا كل 3 4 ايام. ده الفتره اللي جايه ماتش يوم 2 وماتش يوم 5 وماتش يوم 8 وماتش يوم 12 وماتش 16 وماتش 20، كل 4 ايام مباراه. وبالتالي المسانده الجماهيريه
في كل حتة على السوشيال ميديا وعلى المباريات اللي حضراتكم هتروحوها في مباراة سيمبا التنزاني القادمة، لا يجب أن يكون هناك 12 ألف لو مصرح قولوا